في العملية الفدائية حتى داخل العمق المغربي. كانت قوية كانت قوية وكانت الصدمة كانت قوية الصدمة كانت قوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في موضوع جديد. موضوعنا اليوم كما شفنا خروج الجزائر من نهائيات كاس افريقيا، ولكن المشكل اللي كاين وهو هاد الناس يعني الجارة الشقيقة الجزائر فين ما كيكون عندها شي مشكل ولا كتحصل لها شي حاجة كتسميها في المغاربة. المقابلة الاولى تعادلوا فيها وقيلات بصفر لصفر، رجعت اللومة لمن الفوزي القجاع. فوزي القجاع اخوتي يعني هو رئيس الجامعة الملكية واحد اعضاء الكاف، قال لك شنو ما شنو الارضية ديال الملعب، التوقيت يعني برمجة المقابلة، الارضية ديال الملعب، فوزي القجاع عنده دخل في هذا الشيء. واخا سيدي، المقابلة الثانية وهو خسروا بواحد زيرو، قال لك شنو ما شنو الكره ما بغاتش تدخل، لاعبين ضد الجنون، قال لك القرقري والسحور يعني الكره ما بغاتش تدخل، اللاعب تجبد من القميص ديالو، واحد خزعبلات يعني ما فيها ما تسمع، يعني مع احتراماتي لبعض الناس، ناس هبال، ناس مخربعين، المهم ما عليناش. قال لك غادي يرقيو الفريق، جابوا الراقي اشدي، مشى عندهم الراقي رقى الفريق ورقى لهم واحد جوج قراعي ديال الماء. انتم كي كتشوفوا رش اخويا رش زيد رش رش، انتم كتشوفوا سير سير رش يعني بماء الرقيه ولا ماء مرقي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما فهمتش هاد الناس، ورغم الرقية خسروا يعني بثلاثة لواحد. قال لك قوصنا عليهم أسيدي، والمشكلة اللي قوص عليكم هو حفيظ الدراجي المعلق اللي كان يعني لاحظته أخوتي ولا سمعته يعني جل المقابلة هو غيت يعني على المغاربة، غيت يعني على المغاربة، هو اللي قوص عليكم هو اللي خسركم. كانوا متعادلين، كان شوية شايع كوت ديفوار ماركات 1-0، هو قال لك دابا ارتحيت من الكوت ديفوار ماركات، قال لك غادي نعادل المقابلة. زادوهم الثاني قال لك الشوط الثاني غادي ندخلوا نتعادلوا وغادي نربحوا وغادي نتأهلوا. زادوهم يا اخواتي الثالث، ضيعوا ضرب الجزاء وماركة واحد، يعني الجزائر خرجت بنقطة وهدف في ثلاثة ديال المقابلات. وكيف قلنا هاد الناس يعني دايما فين ما تكون عندهم شي حاجة كيلصقوها في المغاربة. سمعوا غير هاد التصريح ديال السي عبد المجيد، المهم راه تماك. حنا الفريق الوطني له الدعم، راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا ينسوا المعنويات تاع سيب الماضي، وماش غير هنا داخليا، فيه بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك لي سيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. كون صابوا حتى هذا النو هذه اللي عطاها المولى عز وجل، كون صابوا السحاب داوها لجهه اخرى، ولكن خليهم اللي يتمنى خليهم يتمنوا. فريق مليح، فريق ان شاء الله ان شاء الله. باش نقول لكم اخوتي انا يعني مع احتراماتي الشعب مخروع، والله الا مخروع، منين يقول لك شيخ حلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوسلم جاء في المنام وقال له الجزائر احب بلد الي بعد مكه والمدينه، اش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيديو راه كاين يعني بالفيديو هادشي مأرخ ومترخ. من هاد الناس يقول لك الامازيغ وجدوا قبل سيدنا ادم، واش هاد الناس عندهم شي عقل اخوتي ولا ما يكسبوش؟ الناس ما عندهمش، ما تعرفوش ابونا ادم هو ابو البشريه،
أبونا آدم هو أول بشر على البسيطة. باش نقول لك الناس مخروعين، بقى عليك خاوة خاوة، لا الخاوة. ولا يقول لك أهرامات الجزائر بنيت قبل أهرامات مصر. هانتوما كي كتشوفوا جبل مدورين عليه صور وقال لك أهرامات الجزائر بنيت قبل أهرامات مصر. واش الناس عندهم شي عقل؟ والناس راه تيقولوه مؤرخين وأساتذة. غير مؤخرا في الجزائرية واحد تيهضروا على أهل الكهف. كيف تصدقوا؟ قال لك أهل الكهف كانوا في الجزائر، يعني أصحاب الكهف كانوا في الجزائر. والقصة كتقول والعلم لله يا في الأردن يا في تركيا. يعني أي حاجة تينسبوها لهم أخوتي، أي حاجة كينسبوها لهم، ماشي شغلهم هما. من يقول لك التوراة تثبت بأن طوفان سيدنا نوح عليه السلام كان في الجزائر. شاد الخوز عبيلات، واش هادو ناس بعقلهم على عرض الله أخوتي؟ هادو راه ناس ماشي بعقلهم، خدامين علينا غير المراركة المراركة ولا المغربي. أنا مغربي أخويا. الصحافي الدراجي، فيفا مروك، ديما البلاد، تحية المملكة، ومع كل شيء ومع هاد الحكومة الفاسدة ولا ديما كان أي تضامني، وديما كنطلب الله إلى حتى يفني الله الأرض تبقى المملكة مغربية بنظام ملكي مهما يكون. يعني واحد، يعني إخوتي ما فهمتش أنا هاد الناس، أي حاجة كيبغيو ينسبوها لهم. طاجين قالك ديالهم، برادة تاي قالك ديالهم، القفطان قالك ديالهم، دخلوا يعني في أي حاجة، أي حاجة. توبقال قالك الدين لهم حنايا، جبل الزينة حطيناها، يعني أي حاجة كينسبوها لهم. وعندهم عقدة من المغربي، ما يقدرش يقول مغربي. تخيلوا هاد الناس ماشي حد في صلاة المغرب، ولكن في المذكرة، يعني ملي كتوصل لصلاة العصر كاينه صلاة المغرب والعشاء، لا هما دايرين صلاة العصر صلاة وصلاة العشاء. بالكره ديالهم وبالحسد ديالهم وبالغيرة ديالهم، يعني المغرب دارت لهم عقدة، وخا هي غير صلاة المغرب، لا علاقة لها ببلد المغرب أو المملكة المغربية الشريفة، يعني لا علاقة لها. وهكاك حذفوها يا إخوتي، يعني عندهم عقد. ما فهمش هاد الناس. كنشوفوا داك يعني الجرائد ديالهم ولا. وتخيلوا فيديو من واحد القهوة ديال مشجعين في البلاد في المغرب، فالسعاد المغربي يعني مع الكابون نط واحد الضجة تماك في القهوة. جا واحد جزائري نسب داك الفيديو فاش خسرت الجزائر، يعني احنا كنتشفاو فيهم. ما تنساوش 2019 شكون اللي ساندكم وشكون اللي فرح لكم قد المغاربه. يعني واحد الكور هو واحد يا اخوتي، اش غادي نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. او الناس انا قلت لك ما عندهم عقل، والله اخوتي ما عندهم عقل. ما احتراماتي للناس العاقلين فيهم، ولكن الاغلبيه راه ما عندهمش عقل. اي حافظ الدراجي، كنا كنحترمك واحد الوقت، كنت كدير واحد البرنامج على القناه الجزائريه ملاعب العالم، يعني كنت محترم. ولكن من وصلت لهاد الدناءه وداك التدوينه العلم لله، واش قلتي داك الشيء بالصح ولا ماشي بالصح؟ ولكن انت يا اخي عندك عقده. انا نقول لك واحد العقده عندك في بين سبورت، انت معلق ماشي محلل، وهذه حتى هي دايره لك عقده، فهمتي يا اخي؟ ما فهمتش داك الكلام اللي كتقولوا في يعني في قناه ماشي جزائريه، قناه قطريه، يعني خصهم يتخذوا معك الاجراءات باش تزم فمك خويا كيف قلتوا. والله عيب وعار. ونساليو هذا الموضوع بهذا الفيديو ديال هذا الارهابي اللي تيحض على قتل المغاربه، هذا بن سديره اللي كاين كيسكن في الانجليز. تفرجوا في هذا الفيديو وانتم تشوفوا الحقد والكراهية والغل ديال هاد الناس. باتت أكثر من ضرورة حتى يضع الشعب الصحراوي الاحتلال المغربي أمام أمر الواقع. لا خيار أمام الشعب الصحراوي إلا العمل المسلح. إذن بالنسبة للصحراويين عندكم فرصة من ذهب في ظل القيادة الحالية السياسية برئاسة تبون
والقيادة العسكرية برئاسة شنقريحة فرصة من ذهب. إذن عودة الصحراويين، عودة جبهة بوليزاريو للعمل المسلح ضد الاحتلال المغربي هو القرار الصائب، هو القرار الممتاز، هو القرار الصحيح، ويجب أن يستمر، ويجب أن يستمر ويتواصل بالتصعيد. يجب أن يعني أن يكون تصعيد في العمليات النوعية، في النوعيات، في العمليات الفدائية حتى داخل العمق المغربي، وليس فقط الأراضي الصحراوية المحتلة، مدينة العيون أو السمارة أو غيرها أو الداخلة أو غيرها. العمل المسلح ضد الاحتلال المغربي ضروري وضروري. شفتوا أخوتي، يعني عادي بادي، كل شيء باين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما لقيت ما نقول، الله يهديكم على عقلكم، ورحنا ديما كنبقاو عرب مسلمين ولا كنبقاو مسلمين إخوة، يعني حشومة هاد الشيء، النظام ولا ماشي النظام، ولا الدباب الإلكتروني ولا كاين، راه غير ميكرو تروطوار، يعني باين تصريحاتكم، باين تعاليقكم، باين أي حاجة. فلهذا كنطلب لكم الله المغفرة لنا ولكم، والله يسامح لنا، أستودعكم الله، والسلام عليكم حتى الموضوع ولا الفيديو الجاي.